طاهر أبو عبده من قرية الطلحية نازح، مقيم في تعوم، مخيم تعوم. هلا هون عم نشتغل فريكي. أول شيء بتكون بالأرض محصول فريكي، بنجيب الحصادة القصاصة، بنقصها بنكومها كحابون. تاني نهار الصبح بنجيب القناتر السيارات، بنحملها، الشباب بيحملوها، البنات بيعبوا بالشلايف. بعد ما نحملها بنجيبها على الطريق لهون ننشرها. بعد ما ننشرها نخلص نشرانا، بيجوا بيقلبوها. بعد التقليب بيجوا بيجمعوها، بيجمعوا كسرابة، بعدين بنصير بنحرقها، والشباب بيقلبوا السرابة. شلمون أول، ثاني، ثالث، بنكومها وبنحرقها حرق أخير مثل ما أنا شايف. بعدين البنات بيعبوها، بناخذها على الدريس على الحصادة، بنطالعها كحب، بنعبيها بكياس ونعد دلال على السوق. بالنسبة للمشاكل، غلاء الغاز، نعاني بالغاز، تمام، المسافات البعيدة لهون، نقل السيارات، الفاعل، تمام، يعني عم يتعذبوا كثير لما الفريكي من الصبح لهالمساء.